هنا شرم الشيخ مدينة السلام التي أصبحت جاهزة لاستقبال قمة مؤتمر المناخ COP27. المدينة خضعت لأعمال إنشاء وتطوير وتجديد لتتحول إلى مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة. على مدار الأشهر الأخيرة نفذت مصر عدداً من المشروعات في شرم الشيخ، منها نشر وسائل النقل الخضراء ومحطات وقود السيارات بالغاز والشحن بالكهرباء وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء وإنشاء ممشى سياحي بطول 6 كيلومترات على جانبي الطريق، والاعتماد على منظومة نظافة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء والغاز، وإنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي. كما انتهت المدينة من تشغيل خط سير الأوتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وتتمتع بمستوى عال من الجودة والرفاهية وصفر انبعاثات، إضافة إلى إطلاق منظومة التاكسي الذكي المزودة بكاميرات لتأمين السائحين وزوار المدينة خلال فترة تواجدهم بها، كما أنها تتضمن خاصية الدفع الإلكتروني. وفي مسعى جاد لتحويلها إلى مدينة صديقة للبيئة، اعتمدت مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول مستشفى خضراء في قارة أفريقيا. قبل أيام من استضافة قمة المناخ أعلنت مصر مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والاعتماد على بدائل أخرى كالأكياس المصنوعة من القماش وتوزيعها من خلال المنافذ، إضافة إلى مبادرة تنظيف شرم الشيخ برا وبحرا من المواد البلاستيكية. كل هذه الأعمال بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى التي تستقبل بها مدينة شرم الشيخ قمة المناخ التي تستضيفها أرض السلام. هشام الرباط، كلمة أخيرة.